يعني انت يا عم اسعد بتطلع من هنا على النايت كلاب على طول؟ لا حول الله يا رب. يا راجل شقيان، الله بياكل من عرق جبينه وبيتعب. بيتعب طبعا، الله من الكباريه اللي بيتهم مثل الكباريه، وبعدين ما يحسش بالمكافح على المكافح اللي زيه. لك الله يبارك فيك. صحيح عبد الجليل، الله يطول عمرك، انت بتحس مثل اللي فينا تعبان وشقيان. بقول لك ايه يا عم اسعد، انا سمعت ان في اوكرانيات وروسيات هناك بيفكوا مشنوق، صحيح؟ يعني ايه الحقيقه صح، بس انا ما لي علاقه فيهم. الله ما احنا عارفين طبعا، ما احنا عارفين. انت مالك، انت مالكش دعوه خالص. بس بقول لك ايه يا عم اسعد، يعني هو في هناك عربيات كده عشان خاطر اللغه، يعني يبقى الكلام رايح جاي كده ونفهم بعض؟ ايه في، بس قليل كتير. جميل يا عم اسعد، جميل قوي. بقول لك ايه يا عم اسعد، اتفضل. احنا عايزين نروح النايت ده. من عيني هاي قبل هاي، بس خلي الزوامي هون، باخدكم معي على النايت كلوب. الراجل ده مجدع قوي. صباح الخير يا سيادة حسين. اهلا وسهلا. انا كنت عايز طقم ألماس من عندك. طقم شو؟ طقم كامل؟ طقم كامل. شو المناسبة؟ عرس ولا خطبة ولا؟ تمالك انت عرس ولا انت تمالك، ده حاجة تخصني انا. بس هذا غالي عليه كتير. ها يا سيدي، غالي مش غالي، التمالك انا هشوف لو عجبني هدفع الثمن. ايه؟ لا 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 لا، انا عايز حاجه تخبل، حاجه كده اول ما تفتح العلبه تلاقيها ملعلطه قدامك. يا سيدي طلبك موجود، بس مو هون. نحن الاشياء الثمينه ما بنتركها بالمحل. عندي طقم الماس حر كامل 12 ايراط. هو ده اللي انا عايزه. بس يكون بعلمك حقه 100,000 دولار. انا عايزه النهارده. ها؟ وفلوسي جاهزه، وعايزه قبل الساعه 7. اعتبره موجود. ساب الدار امتى؟ طب مشي ازاي ومين خرج معاه؟ يا جماعه حرام عليكم، ده راجل قاعد على كرسي، ازاي تسيبه يخرج كده؟ طب انا اسف، متشكر، متشكر. الو؟ ايوه يا حاج، انا حسام، حسام المصري. انا الحمد لله كويس. والنبي يا حاج، هو بابا ما رجعش البيت؟ انت متاكد ان هو ما رجعش؟ يعني البيت مقفول زي ما هو؟ اصل انا بتصل بيه على الموبايل بس موبايله مقفول. حاضر ان شاء الله هطمنك. حاضر. طب متشكر يا حاج، شكرا. ناجي بيك حبيب قلبي يا عيوني، بدي منك دقيقة واحدة بس، في شغلة كثير مهمة بدي أحكيها معك. اسمع يا ليمون، أنا ما بحبش حد يقعد يتنطط لي كل شوية. الموضوع بدي أحكيه معك أستاذ سر. خير؟ خير بالتأكيد، أنت أبو الخير كله، يا الله يخلي لنا إياك يا رب. خش في الموضوع على طول عشان أنا خلقي ضيق. إلك عندي مشروع ربحان الشيطان نفسه، أي ما أبي يخطر على بال حدا بالشام. المرة هلا عوض ما تكني صار بدها مكنسي على الكهرباء، عوض ما تغسل بدها غسالة على الكهرباء، الناس خلقها ضيق كثير. عندنا هون بالشام في سوق اسمه سوق التنابل، الناس بتروح عليه بتشتري الخضرة والفواكه جاهزة على الأكل فورا. أنا مش فاهم حاجة. ما دام الناس ما بدها شيء صار بدها كل شيء على الجاهز، نحن بنضرب ضربتنا. شوف أستاذ، هي فرامة بقدونس، هي حفارة كوسة وباذنجان، هاي عصار الجزر، وهذا كله صناعة ألماني. إذا أخذنا التوكيل تبعه يا أستاذ
بوعدك بأرباح ما إلها مثيل. ليمون أنا عازم إذا خدمة واحدة. عيوني يا أستاذ. شريط لاصق. شريط لاصق؟ شو بدك تساوي فيه؟ عشان أحطه على بقك وتبطل كلام وتفضل مع السلامة. يلا حبيبي. على راسي يا أستاذ، طول عمرك وديمك فوق راسنا، السلام عليكم. الله يخرب بيتك يا ليمون. ايوه حسام مالك؟ باشا عازم انزل مصر دلوقتي بأي طريقة. تنزل مصر ده ايه؟ هو مزاجك كده يعني ولا ايه؟ انا مش عايز فلوس، انا مستغني عن نصيبي يا باشا، بس ابوس ايدك نزلني مصر، طيران بمركب ماشي اي حاجة، المهم منزل. ايه حصل ايه؟ ابويا ساب دار البوسنين واتصلت بواحد جارنا قال ان هو ما رجعش البيت، ده راجل عاجز ما يقدرش يعمل اي حاجة لوحده، وانا اصلا ما كانش المفروض اسيبه واسافر. ايه ده طيب ايه ده ابوس ايدك يا باشا، ابوس ايدك، انا ابويا لو جرى له حاجة انا هروح فيها هموت. هو ملوش غيري ولا كمان ماليش غيره. هو في ايه؟ انت مالك يا حسام؟ لا هو اصله قلقان على ابوه شويه يعني. هو في اخبار جت من مصر؟ لا مفيش اخبار، بس انا معرفش هو فين. ان شاء الله تطمن عليه. عم زياد كان لسه بيكلمني بس الخط قطع، كان عاوز يشكرك لأنه طارق ابنه ورجع من الأسر. طب اطلبه لي. طيب اتفضل. ألو؟ أيوة أبو طارق، أنا ناجي عطلة. الله يخليك، الله يخليك أبو طارق، الحمد لله على سلامة طارق. يا راجل ما تقولش كده، احنا أهل، أنت بتقول إيه؟ بقولك يا أبو طارق، كان في موضوع كلمتك فيه كده، فاكره؟ أيوة. إيه؟ نعم. كم النمرة يا أبو طارق؟ أيوة. تشكر يا أبو طارق، تشكر يا حبيبي، ربنا يخليك وسلم لي على الحاج. مع السلامة حبيبي، مع السلامة. مبروك يا حسام، أبوك في ألمانيا وعمل العملية، وإن شاء الله هترجع مصر هتلاقي الكابتن حمدي ماشي على رجليه. رب يخليك ليه يا باشا، ربنا يخليك ليه. خد بقى نبرته، دي نبرته في ألمانيا، كلمه هيرد عليك. الو روم نمبر 465 بليز. يس يس مستر حمدي المصري. الو يا بابا طمني عليك، انت كويس؟ يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. الف مبروك، الف مبروك يا حبيبي. انا كويس طبعا الحمد لله، انا الحمد لله كويس. ترجع مصر امتى؟ أنا راجع بعد العيد إن شاء الله. معلش بقى، أول عيد ما نقضيهوش مع بعض، بس خلاص مش هنسيب بعض تاني أبداً. حتى التمرين في النادي هنروح ونجري سوا. أنا بحبك أوي، بحبك أوي أوي أوي. لا إله إلا الله. الحمد لله. مبروك. الله يبارك فيك يا نضال. إيه ده؟ إيه؟ أنا واقف إيريال ولا إيه؟ أنا آسفة. إيه أنت وهي؟ فرحة بس. فرحة إيه؟ هتبقى أنتوا وريمون، يلا مش تتوهي من هنا. يلا. شكرا يا باشا. إيه حبي جميل.